تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساه من اخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. مبتهلا جلالته الى المولى جلت قدرته ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته